نحن نرحب بطلب أوكرانيا للعضوية في الاتحاد الأوروبي وسوف نعمل من أجل تحقيق هذا الهدف. لأننا سوف نواجه المستقبل معا. السيد الرئيس، نحن نقف إلى جانبكم في معركتكم من أجل البقاء في هذه اللحظة القاتمة من تاريخنا. عندما تنظرون إلى البرلمان الأوروبي سوف تجدون دائما حليفا وفضاء لمخاطبة أوروبا والعالم، ودائما دائما أقول صديقا لكم. هذا البرلمان الأوروبي لديه تاريخ طويل مليء بالفخر باعتبار هذه شوكة في خاصرة الأوتوقراطيين، وسأسعى لفرض حظ على كل ممثل الكرملين من دخول مبنى البرلمان الأوروبي.